عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم سما سيمو سيمو من قناه كوكي هاند ميد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نعمل اي حاجه هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل اكله جديده اول مره اعملها لكم. هنعمل السمك السنجاري. السمك السنجاري اللي هو يعني ما هوش ولا مشوي ولا مقلي ولا صينيه. بصوا انا اول حاجه معايا السمك. السمك اهو ده لوت انا منضفاه كويس وفتحاه، بس بيتفتح يا بنات من الظهر، بيتفتح من الظهر. يعني السمكه المفروض اهيت المفروض انا بفتحها كده عشان اقليها، بنضفها من هنا من عند البطن. لا، السنجاري بيتفتح من عند الظهر، فانا غسلاه ومنضفاه وزي الفل اهو خلاص. وبعدين هقول لكم بقى احط معاه فلفل مقطع، جزر مبشور اهو بنات. انا طبعا ضربة في الكبة خشن بيدي نفس نتيجة المبشور. اربع ليمونات، لان كل سمكة هتاخد ليمونة مثلا، وحتة توم كبيرة. بصل مقطعة كده، مش مقطعة في الكبة، مقطعة كده يعني ولا صغير ولا كبير. طماطم مقطعة متقشرة الاول. كرفس وحباش، كرفس وحباش لف، يعني حزمة كرفس وحزمة حباش، وانا مقطعاهم كويس، ما اخدتش العروق قوي، اخدت الورق اهم. تمام. في بقى خلطة هي اللي هتطعم لي السمك، بتتحط من فوق الوش بعد ما احط الحاجات دي. دي بقى فلفل اخضر، لو انت بتحبي الفلفل الحامي حطي فلفل حامي. زيت، خل، ليمون، حبة شطة، كزبرتك بقى، ملحك، فلفل، كمونك، كل الحاجات دي هو ده اللي هيدي التست او الطعم للسمك. تمام. هجيب بقى ورق الومنيوم، هو انا مش عاملاه في ورق الومنيوم، انا هعمله في قوارب الومنيوم اللي هي الصواني. بس الاول هشمع الحاجات دي كده على النار تشميعة بسيطة، وبعدين هوريكم هعملها ازاي. على النار بقى يا بنات هحط الصينية اهي، وبعدين اول ما تنشف هحط لها، على فكره اللي في النص ده بخار ميه مش اكتر، هي مغسوله يعني. اول ما تنشف يا بنات هحط فيها ماده دهنيه، يعني زيت، ما ينفعش طبعا الاسماك يتحط معاها سمنه، الاسماك زيوت، ما فيش سمنه ولا كده. هي نشفت يا بنات، هنزل عليها بالماده الدهنيه. تمام. ابدا بقى ان انا هنزل طبعا بالبصل الاول وبعدين الفلفل. انا مجرد ان انا هشمعهم بس، يعني انا مش عايزاهم يستووا ولا حاجه، يعني بس يعني يدوخوا كده، يدوخوا كده بس على النار اهو اهو بنات. انا عايزه بس اشمعهم بس كده على النار. الثوم مش هحطه دلوقتي عشان ما يتحرقش. الخضره طبعا ما تتحطش طبعا على النار، مش دلوقتي خالص. جزر، كل ده يا بنات هيتفرش من تحت السمكه وجوه السمكه، هتشوفوا بقى طبعا، وبتطلع بقى يعني في الخرافه. بندخلها الفرن، تبقى تحفه جدا جدا جدا. الاكله دي هتعجبكم قوي يا بنات. وبصوا بقى يعني ما فيهاش يعني سعرات حراريه كتير، لانها يعتبر كلها خضار، والخضار طبعا مفيد. حتى بصوا بنات الالوان بتاعه الجزر مع البصل مع الفلفل الاخضر، لو انت مثلا حابه تحطي فلفل الوان مش فلفل اخضر حطي، فاهماني كده. بصوا الجمال بقى يا بنات، تحفه طبعا، تحفه، الريحه فظيعه. طبعا لازم اديها سنه ملح، يعني لازم اديها كده سنه ملح، لان الخضار ده كله بصوا بصوا يا بنات بدا يخدع شويه كده اهو. هحط بقى عليه في الاخر الطماطم اللي انا مقطعاها، كله بنات ني في ني، كله ني في ني. بس انا رحت حاطاه بقى بس يشمع كده شويه
على النار، هغطيه حوالي 3 دقايق مش اكتر، وهبدأ احضر السمك بتاعي. هوريكم احضره ازاي وايه، وهرجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا سبت خلاص الحاجات الخضار اللي انا عملته على النار. هبدأ بقى اعمل ايه هنا، هجيب نقطة زيت كده بسيطة، تمام، وهجيب السمكة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اهو حط لها سنة ملح كده بسيطة خالص، سنة ملح بسيطة خالص. بصوا بنات، انا هنزل على الخضار بالثوم، تمام. ثواني هلف لكم الكاميرا عشان تشوفوا انا هنزل على السمك الخضار بالثوم. ثواني بقى، ثواني وارجع لكم. خلاص اهو انا هحط بقى حته التومه، هو الخضار كده خلاص يا بنات اتشمع. انتوا هتشوفوا يعني، بصوا المنظر هتفهموا انا عملت ايه. هو الاول كان ايه، كان ناشف كده وشديد، فاهمين، لانه طبعا خضار طازج، لما بيقابل النار الانسجه بتاعته بتطرى، يعني بيبقى طري، ما هو ما عادش البصل الناشف زي الاول ولا الجزر ولا كده. هي التشميعه دي بس اللي انا هعملها، انا مش هعمل اكتر من كده بنات، تمام. خلاص هطفي بقى عليه وهوريكم هنعمل ايه. بصوا بنات، انا هجيب احط كده من تحتها كده معلقه كده مثلا، واهم حاجه بقى الخلطه اللي عندي دي، يعني اللي انا وريتها لكم اللي انا عاملاها، تمام. هاخد معلقتين قبل ما احط الخضار، تمام يا بنات. والخضار يعني زي ما تقولوا كده هقسمه على 4، انا عامله مثلا 4 سمكات، يبقى الخضار بتاعي ده هيتقسم ايه على 4 سمكات. اهو بنات بصوا، اهو ادي السمكة، عملت لها الخضار بتاعها. بصوا الجمال، بصوا بقى تحفة، وفي الاكل بتبقى خرافة. بصوا انا عاملاها كده جوه القارب، احط بقى من الصوص. استنوا بقى عشان انا حاطلكوا ايه اللي دي، بس اللي قدامكم، استنوا بقى كده هوريكم. بصوا بنات، هحط من الخلطة اهي، دي بقى اللي بتديها ايه التست بتاعها والطعم. احنا قلنا ايه، دي خل وملح وزيت كمون وفلفل وفلفل اخضر مع مطحون، كل ده. انا هعمل سمكه واحده مثلا قدامكم، او نعمل 2 حتى. بصوا انا هجيب بقى شرايح الليمون، شرايح الليمون بقى، وايه، ونحطها كده فوق وش السمكه. بصوا انا هوريكم يعني الناتج النهائي هيعجبكم قوي. بصوا بنات، بصوا شرايح الليمون، بصوا السمكه بقى اهي، بصوا الجمال اهي. ده هيدخل الفرن، يعني الاوارد دي كلها هتدخل الفرن، هما كذا سمكه، كل سمكة دخل على الفرن، دخلوا طبعا جنب بعض، مش يعني فرن مثلا احط واحدة ولما تستوي احط واحدة، لا 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 لا، نقطة برضو الزيت ونقطة من ده كده، نقطة صغيرة كده من ده برضو، وناخد السمكة التانية. بصوا بنات انا بعمل قدامكم اهو، بنات بعمل قدامكم، ما تنسوش رشة الملح، رشة ملح كده بسيطة على السمكة نفسها. هبدأ احط من اللي هو بتاع التست ده كده اهو على السمكة ذات نفسها اهو يا بنات، اهو اشربها، وبعدين اديها الخضار بتاعها، اديها الخضار بتاعها اهي اهي. دي بقى ولا تقولي مطعم ولا اكلناها في مطعم الفلاني، دي حاجة نظيفة انت عاملاها في بيتك،
عارفه انت عامله ايه، مقطعه الخضار ازاي، غاسله سكينتك، غاسله ايديكي، بتبقي اكله في البيت وانت مطمنه. مش هقول لكم ان احنا ما بنجيبش دليفري ولا حاجه، لا والله بنجيب، بس ايه يعني معظم اكل الغدا بتاعنا لازم يبقى شغل ايدينا. يعني انا ما بحبش اصلا اكل المطاعم الا في الظروف بقى، يعني مثلا عندنا مشوار مش عارف ايه كده، انما دايما اكل البيت طبعا لا يعلى عليه. وهقطع الليمون زي ما عملت في الاولانيه، وايه اهو اهو. بصوا بنات مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده اهو. هدخلهم الفرن تمام، هخلص بقى بقيه السمك بتاعي وادخله الفرن وارجع لكم تاني. خلص يا بنات، السمك طلع من الفرن، حطيته طبعا في الشوايه 3 4 دقائق. طبعا انا كنت نسيت الخضره اللي انا كنت عاملاها، حطيتها فوق الوش طبعا اهي. طبعا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، شكله فظيع، بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم بنات الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.